منذ الوهلة الأولى التي تضع فيها قدميك أرض المخا، تشعر أنك في أرض مختلفة ذات تاريخ عريق وطبيعة متنوعة. يتجلى ذلك من خلال طبيعتها الجغرافية ومبانيها الأثرية وقبابها الشامخة رغم تقادم الزمن بها. بساطة الإنسان وروعة الموقع الجغرافي وابتسامة الأطفال وأصالة ابن هذه المدينة وارتباطه بها، كل هذه التفاصيل تشدك وتزيد من شغفك للتجوال واستكشاف مكنونها والإبحار في تفاصيلها دون ملل. تقع مدينة المخا غرب مدينة تعز على بعد حوالي 94 كيلومتر على ساحل البحر الأحمر، وهي مدينة وميناء قديم ومشهور، ويعد ميناؤها من الموانئ القديمة التي ذكرتها النقوش الحميرية القديمة باسم مخن. فقد قامت مدينة المخا بأدوار تاريخية هامة قبل وبعد الإسلام، فقد سبق لها أن كانت أحد أشهر موانئ العالم عندما ذاع صيتها وعلت شهرتها كمصدر لأجود أنواع القهوة في القرن السابع عشر الميلادي. ثم تتالت عليها الحروب والغزوات والكوارث الطبيعية حتى غيرت وجهها تماما ومحت الكثير مما كانت تفخر به. بالمخا لن يحدثك الناس كثيرا، لربما تعلم أهلها الصمت أمام الغرباء لكثرة الغزاة الذين مروا بهم، لكن أحجار المدينة ونخيلها وبرسلانها ومينائها وقبابها وبقايا قصورها وكل شيء فيها سيحدثك لا محالة عن تاريخ مجيد كان هنا يوما. ويبقى الحديث عن المخا قاصرا مهما طال، فنحن في حضرة حضارة ضاربة جذورها في عمق التاريخ.